سبيل سبيل والمحتاجين وبدون مأوى. اليوم إن شاء الله غنفرقوا أكثر من 260 فطور في جميع أحياء مدينة الدار البيضاء. ليدي كنديروها كل عام حيت كنفكروا في الناس اللي ما عندهمش فين يفطروا. حنا بصح عندنا ديورنا، عندنا والدينا، عندنا عائلتنا كنفطروا معاهم. كاينين الناس اللي ما عندهمش فين يفطروا، سيرتو ان في هاد العامين الاخرى موائد الرحمن مقطوعه سويت لي ريستريكسيون سانيتير تاع الكوفيد 19. داكشي علاش باش نفكروا في الاخر اللي كاين في الزنقه واجب علينا. بالنسبه لهاد الانشطه كنديروهم راسنا، يعني من عندنا من عند والدينا كنديروا دي كوتيزاسيون، كل ممبر كيجيب واحد لو بروجي وكنجمعوا الفطور وكنفرقوا. السلام عليكم، سميتي سلمى الفريد، نائبه رئيس في جمعيه شعلة الشباب. عندنا اليوم فطور ديال 260 شخص بدون ماوى. كما كان كنبغيو نعاونوا الناس اللي بدون ماوى، دونك ديكو حتى هما خاصهم فطور. اي اقرب فكره باش اننا نخرجوا لهم فطور هي اننا نديروا لهم دي باني ونديوهم لهم. السلام عليكم، انا سميتي سلمى العرجة، مونبغ داسوسياسيون شعلة الشباب. اليوم ان شاء الله غادي تكون اديسيون رابعه العام الثاني في لاسوسياسيون. غادي نعاونوا الناس اللي فريمون محتاجين وكيبغيو كيعيشين في الزنقه وما عندهم باش ما ياكلوا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.